قول لي بقى، بمناسبة الصعايدة الفترة الأخيرة كده، يعني أنا النهاردة كاتب مكون كاتب عندكم إن الصعيد ده مصنع الكرامة والرجال وكده، يعني الفترة الأخيرة الناس كده، وأنا خفت إن المسألة تحصل توصل لفتنا إحنا صعايدة ومش صعايدة. الحمد لله المسألة اتلمت يا باشمهندس. لا ايوه، بس هو انا عايز اقول لك حاجه، اصل احنا كمان الصعايده اولا احنا عندنا خسائر كتيره كويسه قوي. اولا كلمتنا برقبتنا، يعني طبعا لا يمكن ندي كلمه ونرجع فيها. طبعا. نمره اتنين، ما نسيبش طرنا ابدا، واخد بالك؟ يعني اللي يغلط مع واحد صعيدي امه داعيه عليه، يعني واخد بالك؟ لان احنا لان احنا لا يمكن نسيب حقنا. هيقول لك حجي برقبتي. طبعا طبعا. دي الخصله الثانيه، واخد بالك؟ الخصله الثالثه ان احنا يعني بيقولوا علينا مدحرين، يعني الصعيدي برضو ما بيستسلمش بسهوله، فاهم ازاي؟ فما تيجي انت تتكلم تقول بعثوا العيال ويعملوا كلام في الصعيد، حتى الناس زعلت مني انا ما ردتش عليه، قلت لهم لا انا ما ردش اما يبقى اما حد يعني ما يجي يشتم بشتايم مش مقبول انا هرد عليه اقول له اشتمه مش اشتمه. انا واخد بالك الضنا عند الصعيدي والمراه عند الصعيدي، يعني عندهم في درجه التقديس والتكريم. ايوه، انا جدتي كانت مرأة وكانت تحكم بلد، صدقني كانت من سوهاج، وكان مفيش محافظ يجي الا ما يضطر يعدي عليها، لان كان معروف ان هي يعني نبها ازرق، واخد بالك؟ حتى جدي ما كانش يقدر يكسر لها كلمه ولا يقول لها، وهو صعيدي برضه. طيب دلوقتي